السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى ناس في الدنيا كلها، عاملين إيه يا رب؟ تكونوا كويسين وفي أحسن حال يا رب. حلقتنا إن شاء الله النهاردة يا جماعة بإذن الله داخل السلاكة الجديدة، لأول مرة أصور السلاكة الجديدة. كنت جايب فيها حاجة السلاكة وقلت مش أصورها إلا لما الفيديو يجيب مشاهدات عالية أو المشاهدات ترجع تاني، والحمد لله المشاهدات رجعت أحسن من الأول. عشان كده انتظروا في نص الفيديو أو آخر الفيديو هفرجكم على أحلى حاجة شفتها عينكم، صلوا على النبي، تقولوا بسم الله ما شاء الله، وان شاء الله بكم ومعاكم مكملين. اي حد محتاج اي حاجة نشتريها نربيها، انا بص انا مجنون حيوانات بجد، قسما بالله مجنون حيوانات. اي حاجة تخطر على بالك عايز نجيبها نربيها ونفهم فيها وكلام من ده مع بعض، دعمك كويس، لايك كومنت كويس، مع بعض نقلب الكاميرا ونتفرج على السلكة دي حتة حتة واحدة واحدة وقسمناها ازاي. ده ظهر السلكة، السلكة دي كده 2.5 × 2.5 × 2.5، الأرضية بتاعتها مقفولة، كانت فيها حاجة هنا واتشالت، الحتة دي عملتها سلك، والحتة اللي جوه دي سلك، كل دوت الغية دي كلها داير. بصوا من أول هنا يا جماعة، من أول ده كل ده كده سلك بلاستيك. في ناس ممكن تقول لي يا سيد أنت عملت سلك بلاستيك ليه؟ بص حبيب قلبي، اللي أنا جايبه هنا ما ينفعش تحط له سلك حديد، تمام؟ الغيه الثانيه السلكه الثانيه كلها سلك حديد كويس، بيمنع الفران، بيمنع كل حاجه. دوت انا كنت عامل الغيه ديت او عامل المكان ده، كنت طبعا كل ده مفتوح، ده باب البلكونه اللي فوق انا نزلته وحطيته هنا، اي حاجه الواحد بيخترعها قفلته طبعا من فوق لسه، بس الحته دي عشان ما فيهاش سلك، تمام؟ الحته دي فاضيه، السلك ده انا عامله كده وشايفين الحته الصغيره اللي فوق دي هقفلها دلوقتي بشنطه، تمام؟ انا وقافل برضو من تحت عشان اللي حطيته هنا بهدل الدنيا وكسر الدنيا، مش عارف بقى في ناس عرفت ده. طبعا عملت وقفات، وقفات اهيت، واحده اهي واحده اهي. ليه بقى يا سيد انت عملت وقفات؟ هو انت هتعمل ايه هنا؟ ده احنا شفنا المسأله، لا انت كده هتحط حمام هنا جدع، حط حمام. الحمام اللي انا هحطه، الحمام اللي انا هحطه الطواير، بدل ما الطواير متبهدله في خمس، لا انا افتح لها تقعد هنا هو براحتها، تحديق التحديق الاكل الميه كل حاجه، الطوائر تقعد مظبوطه وتقعد كويسه، تقعد مظبوطه وتقعد كويسه، تمام؟ هنخلص الطوائر اما نيجي نلاقي ايه. طب انت هتيجي تلاقي السيد العشه ديت او السلك اللي انت هتعمل فيها ايه؟ هتشبب فيها؟ هشبب فيها. لو مش شبتش، لو مش هتشبب فيها سيد هتعمل ايه؟ اي كام قص كده انا مش محتاجهم، تمام؟ على الكام حمامه اللي انا ماسكهم هقوم حاطط كام صفيحه هنا وافتحهم على بعض، يبقى ايه؟ حمام سايب على بعض، يجيب بزرامت حمام للاكل، تمام يا جماعه؟ تعالى كده مع بعض ننزل نشوف، نرفع بس التليفون عشان المفاجاه الوقت ما تبانش، هجي لك اهو اصورك، تمام؟ صلى على النبي. طبعا عش الزغلال الحمد لله ربنا اكرم بيه ونازل، نفتح بس كده عشان في جزء زغلول بس هنجيبهم من هنا، نجيب بس الطيره ديت عشان كده خلاص ايه ما تحصيش تاني، احنا مش عايزين تحصي، يبقى الطوائر كلها حضان وزار. هتحط بصوا يا جماعه الخمس ده 120 × 70 ارتفاع 40، لما تحط فيهم مثلا 15 طيره حطيت فيهم 10 طواير مش هيبقى برضو قد كده، الطيره مش هتاخد مجهودها ومش هتاخد، يعني احلى حاجه اما تسيب الطيره حره في مكانها، تمام؟ هنجيب مع بعض كده كام زغلول مع بعض كده، تمام؟ دول زغلولين امت، تمام؟ خشوا خش. هنعمل احنا بقى، تعالوا اقول لكم هنعمل ايه. هنجيب بقى الطواير، هنجيب بقى نبدا مثلا بالطواير والمزار مثلا او عادي، وكله هيتحط هناك. الطواير اتفرجوا اما تروح هناك، الطيره هتقعد براحتها مش هتعاني من اي حاجه، هتكون مبسوطه في مكانها، تمام؟ يعني ده الحاجه الميزه الحلوه اللي انا عملتها بصراحه، تمام؟ نجيب بس الطوائر الوزار
لسه كام؟ لسه الفحمية، لسه فين فحمية؟ واحدة فحمية كمان. احنا نجيبهم بقى كلهم مع بعض عشان نخلص بدل ما نقعد رايحين جايين والفيديو يطول عليكم. صح، نجيب كده. تعالوا زي ما انتوا اتنين كده، زي ما انتوا حلوين، خشوا. لسه تلاتة، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. تمام كده الحمد لله. الخمس ده بقى سائل، انت هتعمل في ايه؟ الشبابات ديت لسه يا جماعه، في شبابات للبيع، هصورهم وانزلهم على جروب وعلى الفيسبوك عندي. تمام، طرق فحميه وطرق شربوندو. الباقي هتعمل فوق مسائل، هشببهم هنا وعشان افرخهم بعد كده. تمام، نخش كده بالقفاعه. بسم الله ما شاء الله، القفاعه ما شاء الله الواحد مش قادر يشيلها. بص مش عايز امسكها من الايد عشان ايه ما تكسرش، لا قدر الله. القفاعه دي لو اتكسرت هتلاقوا قلب اتكسر معاها بجد والله. الطواير بتاعت الشغل بتاعت الموسم كلها حرام. بسم الله الرحمن الرحيم، دخل الطواير هنا. تمام، تعالوا بقى يا جدعان، بصوا يا رجاله، دول ما شاء الله شوية طواير ما شاء الله كويسين. تمام، نعمل احنا ايه بقى؟ نفتح الباب ده كده ونقوم منزلين كده. بص الطرة نازلة، مش يعني مش لسه، مش هو مش فاهمة هي بتعمل ايه. طوارها بتبتدي تنزل، في واحدة بس واقفة ايه بظهرها. بص الطرة راحت وقفت فين؟ الفحمية طلعت، لسه يعني مش فاهمة حاجة. طالما هبص هما كده هيعذبوني. الفحمية طلعت، الفحمية التانية. حتى الطواير خسة، الطواير ما بتبقاش عارفة تاكل في الخمس. بصوا الطواير نزلت عاملة ازاي، يا ريت تقولوا له بقى كده أحسن ولا لما كانوا في الخمس أحسن. تمام يا جماعة، الطواير بصوا الطواير عاملة ازاي، مش قادرة اللي هي تطير كمان والله، والله ما قادرة. بصوا بقى يا جماعه، دي البومبنيه بتاعتي، دي العسليه بتاعتي الحضانه. يلا انزل. بصوا بسم الله ما شاء الله، كله يصلي على النبي. كام طرع على قدنا همت. تمام، الميه اهي، نرمي الخشبه دي كده من الخازوق ده ونروح نجيب لهم الاكل. نخلي بالنا بقى يا جماعه واحنا ماشيين، واحنا طالعين واحنا داخلين، بدل ما الباب ده يتنسى. الباب ده لو اتنسى تبقى زعله وحشه بجد والله العظيم، تبقى زعله وحشه قوي. تمام، سيبك كده، نعمل ايه؟ نروح نجيب لهم بس شويه اكل. انا هشبعهم النهارده واحط لهم بامر الله التحديق، احط لهم التحديق بكره. مش عايز ان انا احط لهم اكل وتحديق في نفس اليوم، لا، يبقى النهارده حاجه بكره حاجه، كلام من ده. مش عايز احط حاجتين مع بعض. تمام، سيبتوا هنا عم، نقفل الباب ده عشان في قص جوه ممكن يطلعوا، نضمن نفسنا. بص بقى اما احط الاكل، ايوه دي وقفت الطواير اهي. تمام يا جماعه، تعالوا بقى عشان بقى ايه ما تقولش السيد نسانه صح، وتقولوا ما وريناش المفاجاه. لا تعالوا موريكم بقى المفاجاه، يا رب تعجبكم. لأول مرة هعرضها على اليوتيوب، وإن شاء الله الفيديو دوت لو جاب مشاهدات كويسة أنا هعمل سلسلة إزاي تربيها وإزاي تتعامل وإزاي وإزاي وكل حاجة، إيه الأمراض وإزاي. بصوا
نحرقش كتير وننزل نتفرج عليها. بس كده الحمد لله الدكورة بتاعتنا تمام. الخمس ده نسيبه هنا عشان لما نطلع نصور عشان ما نطولش الفيديو قد كده. تمام، يا ترى اللي في الفيديو معانا هتبقى ايه، ولا اسمها ايه، ولا الدنيا معاها ايه بالظبط؟ تمام، طبعا ده صقر انا بحنطه، الصقر اهو مات وبحنطه. تمام، انا اي حاجه عندي بتموت بتروح لازم احنطها. تمام، طبعا سر الطحنطه ده حد عايزها اللي في كومنتس. ايه بقى الحاجه سيد اللي انت جبتها؟ صلى على النبي قول ما شاء الله، انزل وشوف. ايه ده يا جماعه؟ ديت ليند على فكره، قسما بالله ما شاء الله جسمي، بسم الله ما شاء الله جسمها ما شاء الله كويس. تمام، بس الكاميرا ظلمها. قومي كده ليندا، تعال يلا قومي. اول ما اشوف ماسك السلسله هتقوم. بصوا بصوا ما شاء الله، تعالوا تعال. بص ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، نفاية تقليب ما شاء الله، تقليب محترم. بصوا يا النفاية دي بتحبني في ايه؟ بصوا اقعدوا يلا ست. تمام يلا نامي، يلا نامي. بصوا تحب تهرش تحت، بصوا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يعني انت يا رد الماني ما شاء الله، مستوى كويس، خلفت قبل كده، وان شاء الله هنشوف فيديوهات كتير مع ليندا. كله يحفظ ليندا وكله يحب ليندا عشان هتطلع معانا في الفيديوهات كتير. تمام يا ليندا، ليندا يلا تعالى، عارفين قوي يا جماعه وتحبينا قوي. ست تحت، بس هي قاعده تشمشم، عشان هي قاعده تشمشم فيا ده يا جماعه، قاعده تشمشم فيا عشان ثواني كده امسح الكاميرا معلش، انا اسف. هي قاعده تشمشم فيا عشان طبعا انا شغال في الجزار وبقطع لحمه، هي قاعده تشم. صح يا ليندا؟ صح؟ بصوا ما شاء الله اسنانها، استنى شوف سنها عامله ازاي؟ نتالي سنتين ونص، نتالي سنتين ونص، مش اي حد يجيب نتاية كبيره وتقعد معاه. ليندا تمام يا جماعه، نشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.